مبادرة حياة كريمة بتساهم في خلق جيل قادر على المشاركة بقوة في قضايا مجتمعه، بتعزز الوعي بالعمل التطوعي بين طلاب الجامعات من خلال الندوات التوعوية. خلينا نتكلم أكتر عن دور مبادرة حياة كريمة في دعم العمل التطوعي بين الشباب، وبنضمنا هاتفياً الكاتب الصحفي الأستاذ إمام أحمد مساعد، رئيس تحرير جريدة الوطن. برحب بحضرتك أستاذ إمام. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا أستاذ إمام. وكنا زي ما حضرتك متابع معانا بنتكلم عن فكرة تنمية الوعي لدى الشباب على أهمية المساهمة في النهوض بالمجتمعات من خلال العمل التطوعي، كيف ساهمت حياة كريمة في ذلك؟ حياة كريمة منذ انطلاقها في يناير 2019 ثم تدشين المبادرة كمشروع قومي في المؤتمر السابع للشباب يوليو 2019، ثم المحطة الثالثة بخروج مؤسسة حياة كريمة إلى النور في أكتوبر 2019، عملت من اليوم الأول على دعم مفهوم التطوع. ده كان واحد من أهداف المبادرة التي تحولت إلى مشروع قومي، وهي فكرة التطوع ودعم روح التطوع في المجتمع المصري. وبالفعل على مدار هذه السنوات الثلاث أو الأربعة الماضية انضم إلى حياة كريمة العديد الآلاف من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجنسين، شباب وفتيات ومن مراحل عمرية مختلفة ومن محافظات مختلفة، وبلغ هذا العدد من المتطوعين تجاوز 30,000 متطوع من زي ما ذكرت حضرتك من أعمار مختلفة ومن محافظات مختلفة ومن خلفيات ثقافية أيضا مختلفة، ولكن الجميع تشارك على هدف واحد وهو العمل مع حياة كريمة من أجل إحداث تنمية شاملة داخل القرى الريف المصري. فده كان هدف رئيسي، وأنا أعتقد أن حياة كريمة نجحت في يعني تعزيز روح التطوع، ونحن نحتاج في المجتمع المصري إلى مزيد من تعزيز هذه الروح، روح التطوع والعمل الخدمي والعمل التطوعي في كافة المجالات. يعني حضرتك عارف طبعا أن مصر دولة شابة، معظم سكانها وأكثر من نصف سكان مصر من الشباب، وحتى حياة كريمة اهتمت بهذا الجانب في إطار اهتمامها بالمواطن المصري بصفة عامة. أهمية وجود مراكز الشباب والمكتبات في قلب مشروع حياة كريمة كخدمات تقدم للمجتمع المصري. أنا عايز أقول لحضرتك أن الشباب يعني قبل الحديث عن مراكز الشباب والمكتبات وغيرها من المشروعات المتعلقة ببناء الإنسان، الشباب والفتيات داخل حياة كريمة هم الذين يقودون العمل على أرض الواقع. وأنا زرت العديد من القرى والعديد من المحافظات التي وصلت إليها مشروعات حياة كريمة، ورأيت الشباب هم يرتدون ملابس مكتوب عليها حياة كريمة، مكتوب عليها متطوع، ويجوبون القرى ويتركون الأبواب ويجمعون مطالب الأهالي ويرصدون المشكلات على الأرض. شباب مصري أصيل في عشرينيات عمره وأقل من ذلك، هناك شباب لازالوا يعني في مرحلة الدراسة سواء الدراسة الجامعية، هناك 3,000 شاب جامعي انضم إلى حياة كريمة للتطوع داخل حياة كريمة، يعملون بدون مقابل من أجل إنجاح هذا المشروع على أرض الواقع. فتحية لهؤلاء الشباب والفتيات داخل حياة كريمة الذين يبذلون هذا الجهد الهام جدا. عودة إلى سؤال حضرتك ويتعلق بمراكز الشباب والمكتبات، هذا محور من محاور العمل في حياة كريمة وهو بناء الإنسان. بناء الإنسان من خلال العديد من المشروعات المتعلقة أو التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي ورفع مستوى الثقافة وتوفير خدمات مجتمعية مختلفة، ومنها الرياضة ومنها الثقافة ومنها الوعي. وواحدة من مبادرات حياة كريمة كانت مبادرة تغيير مصر للأفضل، ودي بالوعي مصر تتغير للأفضل، واحدة من مبادرات حياة كريمة. هذه المبادرة كانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الأسرة، قضايا البيئة، القضايا حتى السياسية والقضايا المجتمعية المختلفة. كيف يحدث ذلك؟ يحدث من خلال المكتبات، ويحدث من خلال مراكز الشباب، وداخل كل قرية يتم إنشاء مركز شباب جديد، يتم إنشاء مكتبة يتم توفير فيها العشرات والمئات من الكتب لإتاحة الثقافة وإتاحة القراءة بالمجان أمام الشباب. هذا مجهود يعني جيد جدا
وله أثر طيب داخل المجتمعات المحلية من قرى ومن نجوع ومن مراكز تصل إليها حياة كريمة. لو اتكلمنا بشكل أعم عن حياة كريمة بصفة عامة أستاذ إمام، بنتكلم عن تطوير حياة أكثر من نصف الشعب المصري، أهمية دخول هذا المشروع القومي في هذا التوقيت لتقليل تكلفة هذه المشروعات، بنتكلم عن مشاريع عملاقة في البنية التحتية، في طرق، غاز طبيعي، مية، كهرباء، صرف وما إلى ذلك. أنا في تقديري يعني أحب أن أصف حياة كريمة بأنها حلم تحول إلى مبادرة، ثم مبادرة رئاسية تحولت إلى مشروع قومي. هذا هو وصف حقيقي لحياة كريمة. ننظر إلى الأرقام. على مستوى عدد المستفيدين، هناك أكثر من 58 مليون مستفيد، أي ما يتخطى نصف سكان الشعب المصري كما ذكرت حضرتك. على مستوى الاستثمارات، تخطى استثمارات حياة كريمة 700 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم وغير مسبوق على مستوى مشروع قومي يصل إلى الريف المصري وإلى كل قرية مصرية. أيضا على مستوى عدد القرى، هناك أكثر المشروع يستهدف أكثر من 4500 قرية مصرية في العديد من المحافظات أو في كافة المحافظات. هذه أرقام كبيرة جدا وأرقام ضخمة جدا، وتعكس يعني تعكس إلى أي حد هذا المشروع كبير وضخم وعملاق وله أهداف كبرى. على مدار هذه الفترة تم إطلاق 13 مبادرة. هذه المبادرات كانت متنوعة في مجالات عدة، وفي يعني منها مثلا مبادرة رد الجميل، مبادرة التصالح حياة، مبادرة وصل الخير 1 و2 و3 و4، وأيضا قطار الخير، ومبادرة حماية اللي تزامنت مع كورونا، مع جائحة كورونا، ومبادرات أخرى متعلقة بالوعي والثقافة كما أشرت لحضرتك، مثل التعليم حياة وبالوعي مصري تتغير، ومبادرة تتعلق بتجهيز الفتيات، خاصة الفتيات اليتيمات، وهي مبادرة يدوم الفرح. هذه المبادرات المتنوعة تعكس حجم المجهود الكبير الذي يعني يستهدف إليه حياة كريمة. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ إمام أحمد، كنت معي هاتفيا من القاهرة.